تطوير مجالات الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية بحثها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال استقباله معالي الدكتور شو دينيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حالياً جرى خلال اللقاء بحث الامور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهه النظر حول التعاون بين سلطنه عمان والفاو في المجالات الزراعيه والحيوانيه والسمكيه وسبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك في هذه المجالات اضافه الى التعاون في مجال الامن الغذائي